هاي، اليوم راح اوريكم a day in my life in Iran. اول شي ركبنا التاكسي ودفعنا بس 50,000 تومان، كان رخيص عشان اليوم يوم الخميس. واو وصلنا، شوف وش كده الجو حلو. واو الخريف. يي المكان جد يجنن حرفيا، مرة عجبني المكان. It's mostly spring vibes. In here I am, I feel pretty. وشوفوا شيرين شكلها فراولة. بس هي كيوت. الكوفي شوب كان حلو للتصوير، بس الأكل كسعرة مرة غالي على شيء مرة عادي. سعر الساندويتش 320,000 تومان، والباستا 350,000 تومان. المهم we had fun, it was a sister date. وهذا هو شكله من الطابق الفوق. أكون صادقة أنا ما شبعت، وبعد رحنا نأكل آيس كريم. آيس كريم آيس كريم آيس كريم آيس كريم آيس كريم آيس كريم. Pretty Cheryl. وجد طعمه كان مرة لذيذ وسعره مرة مناسب. كما تشوفون 100,000 تومان. وعشان الترافيك قررنا نستخدم المترو. سعر كل شخص 3,000 تومان. حجابي شيرين. وكذا خلصنا اليوم.